السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الفيديو الثاني من سلسلة فيديوهات كيفية التعامل مع نظام البلاك بورد الخاص بجامعة القصيم. الفيديو الأول تعرفنا على الواجهة وكيفية الدخول باستخدام رقم الإقامة والرقم الملف الوظيفي أو اليوزر نيم المستخدم في صفحة الجامعة. لما بندخل على الصفحة بيكون هي دي الواجهة في الصفحة بتاعتنا بتاعت عضو هيئة التدريس، بيلاقي الاسم مكتوب هنا على اليسار وبنلاقي اللوجو بتاع الجامعة، ودي الصفحة الأساسية لنا. المفترض انه بيطلع على طول بصورة تلقائية المقررات اللي الشخص او عضو هيئة التدريس بيدرسها هنا. لا قدر الله لو في عضو هيئة التدريس دخل وما لقاش المقررات بتاعته هنا، معنى كده ان ما حصلش ارتباط ما بين الصفحة بتاعته اللي بيرصد بيها الدرجات في موقع الجامعة وبين موقع البلاك بورد، لان هو المفروض دلوقتي في ربط بيحصل ما بين صفحة الجامعة اللي احنا بنرصد فيها الدرجات، اللي عضو هيئة التدريس بيرصد فيها الدرجات والى اخره، وصفحة البلاك بورد، وعشان كده بتتنقل الحاجة بصورة تلقائية. فاذا كانش موجودة فبيتواصل مع الجامعة بحيث انها تربط له الصفحة، بس ده غالبا مش هيحصل، لان كل حصل ربط تقريبا كامل لكل اعضاء التدريس صفحاتهم بصورة آلية مع موقع البلاك بورد. طيب الشاشة الرئيسية اهي، طبعا في تفصيلات دقيقة وصغيرة مش هنتعرض لها، هناخد الاول عفوا هنعرف السمات والصفات الاساسية، وهنعتبر اللي احنا هنقوله في مجموعة الفيديوهات الاولانية دي مجموعة شرح سريع عشان لو حد عايز يرفع حاجاته في بداية في ما تبقى من الفصل الدراسي او ما شابه يقدر يتعامل معاه بصورة سريعة، وبعد كده هناخد التفصيلات، وفي بعضنا ممكن اللي خبرة في الكمبيوتر هيلاقي ان الموضوع ان شاء الله ماشي معاه. المقررات بالشكل ده، فلو اخترنا اي مقرر من المقررات وضغطنا عليه بالطريقة دي بتتنقل للصفحة، الصفحة بدل الصفحة العامة بتتنقل للصفحة التانية. لو احنا شايفين هنا هي كانت عند المؤسسة بقت عند المقررات الدراسية، ومش بس كده بقت في المقرر اللي انا متعامل معاه دلوقتي صفحة مقرر الاحياء عامة واحد، رمز المقرر واسمه موجود بالشكل ده. طيب ده اسم المقرر اهو. ازاي هنتعامل مع المقرر بصورة سريعة بصورة تفصيلية هتيجي بعد كده، بصورة سريعة هنعرف حالا. ننتبه بس في الصفحة دي هنا يهمنا هنعرف في حاجتين هنا مهمين. الحاجة الأولانية الجزء ده اللي هو ده خاص بالألوان، ده اللون اللي هو الافتراضي، دي الألوان الافتراضية اللي موجودة بتاعة الموقع، هم عاطين فيه فرصة ان كل واحد يختار اللون او الشكل اللي يناسبه اهو. لو انا ضغطت على اي اختيار اخر هنا هنلاقي الواجهة اتغيرت، لو انا الخلفية والالوان اتغيرت ممكن نلاقي حاجة تانية تبقى الاختيار مختلف شوية اهو. بلاقي الالوان ودرجة الالوان والتنسيق بتاعي في نوع من التغيير، فكل واحد بيختار اللون اللي يناسبه. احنا هنقول الافتراضي، هنرجع للون الافتراضي نشرح فيه، وبعد كده كل واحد بيختار من هنا اللون حسب ذوقه حسب اللي بيريح نظره. نيجي للجزء الثاني وده مهم جدا، احنا اول ما انتقلنا الى المقرر ده بصورة آلية بيبقى ده وضع التحرير، لان احنا لما دخلنا على الصفحة كل واحد بيدخل كعضو هيئة التدريس، فبالتالي من حقه انه يرفع المقرر او الملفات الخاصة بهذا المقرر، سواء كانت الملزمة او المذكرة او المرجع بتاعه اذا كان معاه صورة PDF منه او الشرح بتاع الباوربوينت او اذا كان في فيديو او اذا كان صور، ايا كان هذا المحتوى يعني. فده بيكون وضع التحرير، ده الوضع اللي بيظهر لعضو هيئة التدريس. لو ضغطنا عليه وهنشوف بعد كده بس لما نخلص الجزء الاولاني هنعرف ازاي بيبان للطالب شكل المقررات بعد ما اترفعت. الصفحه اللي على اليمين او القائمه اللي في النص دي اللي هي الصفحه الرئيسيه مش هنتعرض لها دلوقتي، لكن هي واضح ان فيها عباره عن رسائل ممكن تتبعت للطلاب، ممكن مهام او واجبات ممكن تتبعت لهم الى اخر هذه الامور، لكن اللي احنا يهمنا هنا هذا اسم المقرر، اسم المقرر اهو، وهذه القائمه اللي موجوده عندنا اللي يهمنا فيها المحتوى. بضغط على كلمه المحتوى بتفتح صفحة جديدة بالشكل ده، طبعا مجلد الفارغ او المكان فارغ لان مفيش حاجة اترفعت، فالصفحة الخاصة بهذا المقرر محتاجين نضيف لها الملفات. الملفات دي زي ما قلنا ممكن بتبقى وورد او PDF او فيديو او صورة زي ما موجود قدامنا اهي، صورة صوت
ملف صوت فيديو رابط موقع الكتروني وحده تعليميه وهنعرف يعني ايه خطه دراسيه الى اخر هذه الامور. يبقى دي كلها عباره عن حاجات ممكن تضاف، مقطع من فيديو، عرض تقديمي من مكان معين، يبقى دي كلها عباره عن مواقع. الجزء الاخير هنا اللي هو حزمه المحتوى السكور، وده اللي احنا قعدنا بقالنا سنتين كنت انا بشرحه في التعليم الالكتروني. التعليم الالكتروني اللي هو كيفيه التحويل الى السكور، يعني لو في واحد مش عايز يعمل كل الرفع ده، يرفع الصوره لوحدها والصوت لوحده والملف لوحده، كان هو ده اللي انا بتكلم فيه، وده كان هيبقى اسهل بكتير. السكور ده بيبقى عباره عن التحويل من الملف الباوربوينت اللي بيحتوي على صور وانيميشن ولينك او هايبر لينك موجود او اختبار داخله او معمل افتراضي او ما شابه، بيتحول للصوره العلليه اللي هي السكورم. وده استخدمنا له برنامج الاي سبرينج سوت اللي احنا عطينا فيه اكتر من ورشه عمل موجوده، وان شاء الله الشرح بتاعه هنحاول نرفعه على اليوتيوب، لكن ده هنسيبه دلوقتي لان ده يعني اللي عايز يستفاد من اللي احنا عملناه اهو من هنا. فبيرفع المقرر كله في ملف واحد، حزمه واحده مضغوطه، فبيترفع كله بالكامل مره واحده. طيب فلنفرض ان ما حدش استخدم هيستخدم السكورم، لان طبعا هو ده الافضل، لكن هيرفع كل حاجه على حده مفيش مشكله. عشان نرفع الملف بتاعنا سواء كان البي دي اف او الباوربوينت، في طريقتين بصوره سهله وبسيطه: انشاء او رفع عنصر او ملف. الفرق بين الاثنين بسيط وهنشوفه دلوقتي. لما انا بضغط على عنصر هنا بالشكل ده بيبقى الصفحة اللي موجودة عندي بتظهر قدامي، بنلاقي فيه هنا انشاء عنصر، بيبقى فيه سطر او سطرين بيسهل لي الامور وبيقول لي تعليمات عن هذه الصفحة، وبالاخر بنلاقي هنا فيه كلمة تعليمات اضافية. يعني لو انا ضغطت على كلمة تعليمات اضافية بلاقي اللي هي الهلبة او المساعدة، بلاقي شرح عن كيفية استخدام هذه الصفحة والتعامل معها بالتفصيل بالشكل ده. يبقى اذا لو حد بيتعامل مع الصفحة دي ونسى حاجة من المفروض ان هو يعملها، فبكل بساطة بيضغط على الضغطة هنا تعليمات اضافية، فبيطلع له شرح مفصل بصورة معقولة عشان ازاي يستخدم هذا المكان. اللي هنلاحظ النجمة دي اللي موجودة على بعض الاماكن ده عبارة عن تشير الى حقل مطلوب، يعني الفراغ ده او المكان ده لازم يتملى، ما ينفعش يتصف فاضي. فهنحط هنا اسم المقرر مثلا، هنقول ايه؟ مقرر احياء واحد، او هنقول اهو جنبه كمان تجريبي بنجرب. يبقى ده اسم الملف حطيناه بالشكل ده. مش هنتكلم على التنسيقات وبالحاجات الصغيره، يعني هناخد المهام الكبيره. طيب اسم الملف سميناه. بعد كده هنا في اضافه عنصر بيديني امكانيه ان انا اوصف هذا المقرر، فبقول مثلا دي مذكره المقرر، هنسميها كده. وطبعا بنقدر نتعامل مع الكلام ده كله اهو، بقدر اكبر الخط، حجم الخط من هنا بالشكل ده ولونه وشكله و الى اخره. يبقى اذا هنا عمليه التنسيق زيها زي الوورد، المهم هنا بكتب توصيف لهذا المقرر. طيب فين بقى الملف نفسه اللي انا عايز ارفعه؟ في المرفقات. فبيديني اختيارين، يا اما استعراض مقرر دراسي، ودي مش هنتكلم عليها دلوقتي، لكن استعراض جهاز الكمبيوتر، واكيد كلنا اللي هنستخدمها لان احنا لسه بنرفع مقرراتنا، مفيش حاجه احنا رافعينها قبل كده. فبنفتح الكمبيوتر وبنشوف المكان اللي احنا حاطين فيه المقررات بتاعتنا بالشكل ده، وبختار المقرر. هنا كان في صوره بي دي اف، المقرر اتحط بالشكل ده. لو انا عايز ارجع في كلامي بقول عدم ارفاق، يعني هيمسحه لي مره ثانيه. يبقى ده شكل الملف اهو اتحط هنا. بنيجي بعد كده في خيارات قياسيه. الاختيارات دي لازم نعرف هي عباره عن ايه. السماح للمستخدمين بعرض هذا المحتوى، يعني لو حضرتك او حضرتك رفعتوا الملف ده ولسه هتعامل معاه او هغير عليه او هضيف عليه، يبقى لازم بختار لا، يعني ما يبقاش ظاهر لاي مستخدم، للطلبه يعني. او تتبع عدد مرات العرض، يعني لو انا عايز اتابع اشوف الملف بتاعي ده كم طالب شافه، كم واحد اتعرف عليه، كم واحد فتحه، فهيديني عداد صغير يقول لي ده اتفتح كذا مرة. طيب اذا كان الملف ده مش هيبقى متاح بصورة دائمة، يعني بصورة مؤقتة، ففي امكانية ان اقدر احدد التواريخ اهو بالشكل ده، يبدأ امتى عرض هذا الملف. يعني فنفرض انا ضفت الملف النهاردة وعايزه ما يتعرضش دلوقتي، هيتعرض كمان اسبوع او اسبوعين، يكون متاح كمان اسبوعين مش دلوقتي، فاقدر احدد التاريخ بتاع بدايه ظهور كلمه عرض، يعني ظهور هذا الملف للمستخدم
للطالب، وينتهي امتى؟ لو انا عايزه ينتهي في فتره معينه، يعني هرفع ملف لمده اسبوعين بس لغرض معين وبعد كده يتمسح، فمش هيبقى مش هيتمسح، هيبقى موجود بس مش هيبقى مرئي او ظاهر للطلاب. يبقى دي بيمكنني لإيه تحديد اوقات معينه. خلاص رفعت الملف، فمجرد ان اضغط ارسال بالشكل ده. كلمه ارسال الحقيقه هنا معناها ايه؟ ارسال نسخه من هذا الملف من على الكمبيوتر، المكان اللي كان موجود فيه، لفين؟ للموقع، الصفحة دي، يبقى موجود نسخة منها. يعني مش مجرد ان انا بعمل رابط. ليه الكلام ده؟ لان بيتنقل نسخة كاملة، كأن خدت كوبي وبست وحطته هنا في الموقع. طبعا الكلام ده المفروض لو يتعامل مانيوال او بصورة يدوية بيبقى معقد. هنا مجرد ان انا الواجهة بتاعتي مجرد بضغط ارسال، بتتاخد نسخة من الملف ده من على جهاز الكمبيوتر وتوضع او ترفع على موقع البلاك بورد الخاص بجامعة القصيم او اي كان الجامعة اللي بتستخدم هذا النظام. سرعة التحميل زي ما احنا شايفين حضراتكم دلوقتي ان هو بياخد وقت شوية. لسرعة التحميل بتعتمد على حقيقة حاجتين. الحاجة الاولانية حجم الملف اللي انا برفعه، دي نمرة واحد. نمرة اتنين سرعة الاتصال بالانترنت. الحقيقة كمان في حاجة تالتة انا افتكرتها دلوقتي، اللي هي سرعة كمان الجهاز، لو الجهاز قديم او جديد حديث يعني. يبقى حجم الملف دي نمرة واحد، نمرة اتنين سرعة الاتصال بالانترنت لو كان سريع او بطيء، نمرة تلاتة سرعة الجهاز الكمبيوتر اللي احنا بنشتغل عليه. بالنسبة لحجم الملف الحقيقة احيانا هو خلاص اترفع الحمد لله، يعني حجم الملف 7.8 ميجا بايت، وده يعتبر حجم كبير شوية. اذا كان هيقابل حد فينا ان ما يترفعش الملف او ياخد وقت طويل قوي، معنى كده ان الملف حجمه كبير، فيفضل في الحالة دي ان احنا نقسمه، يعني نقسم كل محاضرة في ملف مستقل لوحده. فبالحالة دي ممكن نقسم بقى 14 او 15 ملف. لو الملف كله حجمه معقول زي بترفع بالشكل ده كده، يعني ده تقريبا المذكرة كلها كاملة بتاعت الاحياء واحد كانت بالحجم ده بي دي اف، فلو اترفعت يبقى بها ونعم. احنا كده رفعنا المقرر ده. طيب عايزين، احنا كده رفعنا عن طريق اضافة عنصر. لو قلنا طب اضافة ملف تفرق؟ الحقيقه هيبقى في فرق واحد فقط اهو، لو حد خد باله هيلاقي نفس الشاشه هي فرق واحد بس، ان في اضافه عنصر لو رجعنا مره تانية اهو، طبعا بلغ الامر، لو قلت انشاء محتوى وقلت عنصر، هناخد دلوقتي هناخد بالنا من الفرق دلوقتي، هيظهر اهو ايه اللي كانش اهي، اللي هو الجزء بتاع التحرير اللي هو عمل توصيف للملف، احنا كتبنا فيه ان هو مذكرة المقرر. يبقى الفرق بين، هنقول الغاء، يبقى الفرق بين اضافة عنصر وملف الاتنين نفس الطريقة، هو فرق واحد فقط ان انا ضايف اهو، ان الكلمة دي بقدر اضيفها في اضافة عنصر اللي هو توصيف للمقرر لو عايز اضيف توصيف لهذا الملف. طيب حد ملاحظ حاجة في الشاشة دي؟ هنلاحظ حاجة حصلت. ايه هي؟ ان ظهر رقم واحد جنب اسم المستخدم. ايه رقم واحد؟ ان في ملف اترفع هنا، فده عدد الملفات اللي اترفعت بالشكل ده. طيب لغاية كده الملف ده اترفع ولكن لسه مش ظاهر، احنا مش عارفين هيظهر للطلاب بشكل عامل ازاي. طيب نروح هنا نلغي وضع التحرير اللي هو وضع عضو هيئة التدريس عشان نشوف ازاي هيبان للطالب. هيبان للطالب بالشكل ده. لما يبان للطالب بالشكل ده هنلاحظ ان في فرق في الشاشه. نعم، الشاشه بتاعت عضو هيئه التدريس في امكانيه لاضافه او رفع مقررات، الشاشه اللي خاصه بالطالب ما فيهاش الخاصيه دي، هو بس بيطلع على الملفات. طيب هنرجع نشغل تاني وضع التحرير عشان نشوف لو رفعنا حاجه تانيه وهنشوف التعامل معاها هيكون ازاي. هنروح لانشاء ملف بالشكل ده وهنروح لاختيار صوره. لازم نكتب هنا، هنكتب صورة واحد مجرد مسمى، بروح لاستعراض الكمبيوتر واروح بنختار اي صورة بالشكل ده. هناخد مثلا الصورة دي، الصورة دي خاصة بواتسون اند كريك، دول الاتنين اللي عملوا الشكل او توصلوا الى تركيب الحمض الوراثي اللي هو الدي ان ايه. طيب ادي الملف اترفع بالشكل ده. اقدر اقول ممكن اعمل هنا معاينه وممكن اقول ارسال، لو عملت معاينه او ارسال عشان اشوفه قبل ما ارفعه. احنا كده هرفعه بضغط ارسال. انا ما كتبتش توصيف للوحه، دي الصوره بالشكل ده. لو عايز اعدل فيها شيء جنب كلمه صوره في سهم صغير،
اضغط عليه فبيقول لي تحرير او نشر مخصص الى اخره، هنعرف كل ده، او حذف لو انا عايز احذفها. لو قلت تحرير بيرجعني للشكل التاني اهو، الشاشة اللي احنا كنا فيها، عشان اقدر اضيف توصيف. يبقى دي صورة، اكتب صورة العالمان واتسون وكريك. لو عايز اضيف اي تفسير اخر الى اخر هذا الكلام، وبقول ارسال. طيب اهو، يبقى ادي ملف، وادي الملف الثاني بالشكل ده، وادي التعليق اللي احنا كتبناه اهو تحت. دي الشاشة بتظهر. طيب عايز اضيف حاجة تانية، عايز اضيف حاجة تانية، انشاء محتوى، هنضيف فيديو. بروح بقول نسخ الدي ان ايه مثلا، بقول استعراض الكمبيوتر، بروح للداونلود بالشكل ده وبختار اهو ملف بالشكل ده. طبعا في صفات هنا تانية، الابعاد بتاعتي عايزه اصلي، الابعاد الاصلية ولا انا بخصصها بطول وعرض معين. طبعا مفضل اسيبه زي ما هو، تشغيل تلقائي بحيث ان هو اول ما تتفتح الصفحة تشتغل، ولا انا اللي اشغله، تكرار، هل بيتكرر لما يخلص بيتكرر تاني الى اخره. تعيين جودة الفيلم ده، هل هي جودة افضل حاجة ولا متوسطة، طبعا ده بيفرق في السرعة الى اخر هذه الامور. نفس الكلام هنا، هل هو بيعرض للمستخدمين، هل بتابع مرات العرض، هل بحدده بوقت معين. خلصت كل التظبيطات بتاعتي وكل الاعدادات، ببتدي انتقل الى كلمة ارسال. كلمة ارسال زي ما احنا قلنا بناخد نسخة من هذا الملف اهي، موجودة فين؟ موجودة تحت اهو بالشكل ده. اقدر اعمل لها معينة؟ اقدر، بس الاول احنا رفعنا ثلاث ملفات اهم، ونبتدي نروح نشوف التسجيل. طبعا هنا ده واحد، ده اللي هو مقرر واحد، انا بشتغل في مقرر واحد. ده الشكل اللي هيظهر للطالب او للطلاب عشان يتعاملوا معاه. طيب هنشوف كل واحد هو بيحصل ايه. الطالب لو ضغط على الملف اللي هنا بتفتح صفحة جديدة، ويبتدي يفتح الملف اللي موجود اللي انا رفعته. هنشوف هيترفع ازاي. احنا قلنا سرعة التحميل بتتوقف على سرعة الجهاز وسرعة الاتصال وحجم الملف. طيب عبال ما يحمل الملف ده، نقدر كمان نشوف الصورة، طبعا بتبقى باينة هنا. بنروح نشوف الفيلم هنا اهو، بضغط على اسم الفيلم، الصورة طبعا هنا خلاص هي معروضة، انما الفيلم ده او الفيديو بضغط عليه فبيفتح لي في صفحة جديدة. يبقى كده في صفحتين بيتفتحوا، الصفحة اهي. ادي الملف اللي موجود عندي ده، ملف عبارة عن ملف PDF اللي هو بيحتوي على الشرح او المذكرة بتاعتي، ممكن تبقى PDF او حاجة تانية. طبعا يقدر هنا الطالب بيحمل نسخة منها او بيطبعها، الاعدادات دي احنا بنقدر نتحكم فيها بعد كده. طيب والفيلم الفلاش اللي اتفتح اهو بالشكل ده، انا عامله فيلم فلاش بالشكل ده، فيلم تعليمي اهو. بيقدر الطالب يبقى ده ظاهر قدامه، بيقدر يضغط على اي اختيار ويتعامل مع، زي ما انا بتحرك دلوقتي كده، ويقدر يتعامل مع الفيلم اهو بالشكل ده. يبقى تقدر الواحد، يقدر العضو هيئة التدريس، يقدر ان هو يضع فيلم او فيديو او فلاش، او يضع المذكرة بتاعته او البي دي اف او الباوربوينت في هذا المكان. وبكده بنكون تعرضنا او عرفنا ازاي نرفع الملف، ازاي نرفع صورة، ازاي نرفع فيديو. وهنكمل مع بعض في فيديو قادم ان شاء الله، نرجع للمقررات الدراسية مرة تانية بالشكل ده. اهو دي قائمة المقررات، بنروح للمقرر اللي احنا كنا شغالين عليه دلوقتي، مقرر احياء واحد بالشكل ده. اهو فين المحتوى بتاعه اللي موجود؟ دي الصفحة الرئيسية بتاعت المقرر بالشكل ده، ده المحتوى اللي موجود فيه اهو. دي الصفحة اللي بتظهر للطالب بالشكل ده، بيلاقي الافلام، بيلاقي الملفات. وهنتوقف عند هذا القدر، ونرجع للصفحة الرئيسية مرة تانية اللي احنا بدأنا منها.
بالشكل ده، ونستكمل إن شاء الله في فيديو آخر بإذن الله. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.